صابون طيبين. المقاولات بتاعتها هي فرخة مقطعة على 8، وبنتبلها مع في تتبيلة اللي هي التندوري مع زبادي وكركم وكاري ومية بصل وملح وفلفل ورق راولو وليمون وعصير ليمون. كل ده بنحط الفراخ فيها المارينيه لمدة 3 أو 4 ساعات. بعد ذلك نطلع الفراخ من التلاجة وندخلها الفرن لمدة ساعة إلا ربع لساعة. بعد كده بنقدمها مع الرز الأبيض وسلطة الطيبين لهنا والشفا.